نصيبي وقسمتك الحلقات اللي نجحت جدا كانت نظرة في ابتسامة. نظرة في ابتسامة. قولي الحلقات دي الناس حبيتها جدا. ده حقيقي. الناس حبيتها قوي. الحمد لله. قولي ايه رأيك يعني انت عامة كنت شايف الحدوتة عاملة ازاي؟ كنت متعاطف مع مين اكتر؟ كنت كاره مين قوي؟ انا كأحمد يعني؟ كأحمد. لا انا كنت ضد ده على فكرة. ضد نفسي. لان هو كان بيعمل حاجات اوفر ما تتحصلش يعني. مفيش حد يعمل اللي هو كان بيعمله ده. اللي هو ايه؟ ده مش اللي هو مأفور الموضوع قوي وكل شويه تعالى للبيت تعالى للبيت تعالى للبيت تعالى للبيت اصل انا شرقي شويه. فمش متحرر يعني. فده غلط. حتى وهي غلطانه ما هي غلطانه برضو. بس هو غلط برضو. النهايه كانت مكتوبه كده. بس انا ما كنتش عارف النهايه في الاول. ما كانش عمرو قايل لي ان انا هموت. ده حقيقي. لان انا في الاول اول ما جالي الدور ده انا ما كنتش موافق. ده حقيقي. ان عمرو كلمني فقال لي انت هتعمل حدوته معانا في نصيبي وقسمتك. فانا وافقت. فجالي السكريبت. هو الطبيعي اي حد يبعت لي في الدور ده التاني اللي بيخون. ايوه بالظبط. اه فانا قريت فعجبني الموضوع جدا. فقلت له لا هايل ده كريم ده دور هايل. قال لي كريم مين؟ قلت له كريم. قال لي لا انت زياد. قلت له يا باشا مش زياد ده اللي بيخون. قال لي لا اللي بيتخان. فانا كنت طالع من حكايه بنات الباد بوي بقى والبنات والحاجات وبتاع. فقلت له لا عمرو ما عملش انا الحاجات دي. فقال لي ليه؟ قلت له لا بيه ما طلعش انا اتخان. خدتها على صدري يعني. وده غلط يعني. فانا خدتها على ايوه بس ده بيقول عن شخصيتك ان لا انا مش هتخان. فكنت انا ساعتها انا فاكر المكالمه دي. فقال لي يعني ايه ما تتخنش؟ قلت له لا بيه ما اتخنش انا والله بنفس الطريقه كده. قال لي طب بالراحه بس يا احمد وبتاع ايه المشكله؟ قلت له انا مش حاسس نفسي في الدور ده. وده غلط ان انت تبقى نظرتك ضيقه او بتسقط على شخصيتك الحقيقيه. انا خدتها على نفسي. عمرو اقنعني قال لي الناس كلها تبقى متوقعه ان انت التاني. فعمر ما حد يتوقع ان انت اللي هتعمل اللي بيتخاف. فهو ده البلوف. ولو عملته كويس يا احمد هفكرك ايه اللي هيحصل. فانا عملته والحمد لله رب العالمين. انا لما اتعرض انا كنت عارف يعني عشان كان اللوكيشن حواليا. فكنت بشوف ان هو هينجح يعني ان شاء الله. بس عمري ما كنت اتوقع اللي حصل ده. في الموقف ده انا كان المفروض ان انا اروح اترمي في حضن كريم صاحبي اللي انت كنتيني معاه. طب انا دلوقتي اروح لمين؟ عايز اعرف اروح لمين دلوقتي؟ ردي عليا. اروح لمين؟ متخافيش. فاكر ان انا عامل ديل عليك؟ لا انا مش هعمل فيك حاجه. انا فعلا مش شايفك يا اسمت. انت طالب.